يا هلا والله، شلونكم؟ شو اخباركم اليوم؟ ورجعت لكم بفيديو جديد. طبعا اليوم الفيديو بخصوص اللجوء في بلجيكا، اخر تطورات اللجوء. اليوم راح اعطيكم الاحصائيه بخصوص اللاجئين اللي وصلوا الى بلجيكا، اللاجئين اللي قدموا على الاقامه اخر شهر في بلجيكا، واللاجئين اللي اخذوا اقامه، يعني كم عددهم اللي اخذوا اقامه، والجنسيات العشره يعني الاكثر وصولا الى بلجيكا، من هم بالضبط؟ طبعا الإحصائية من المفوضية شؤون اللاجئين وبلا وطن، جماعة بلجيكا، أو أي شخص موجود داخل بلجيكا المفروض يعرف سي في اس باللغة الهولندية أو باللغة الفرنسية سيهرا، سي هي ار ا، اللي هي مفوضية شؤون اللاجئين وبلا وطن. اليوم قلت لازم أسوي لكم فيديو، لأنه أنا صار لفترة أصلا كنت يعني مقطوع من اليوتيوب، يعني ما نشرت فيديوهات، كان عندي يعني شغل، فراح ارجع اصور فيديوهات وان شاء الله اعطيكم تفاصيل مهمه، فلوكات منوعه. بس اليوم لازم تعرفون شنو جاي يصير بخصوص اللجوء في بلجيكا. طبعا اذا تريد تعرف كامل التفاصيل شاهد الفيديو للنهايه، ولا تنسى اللايك والاشتراك اذا عجبك المحتوى، وطبعا المشاركه دعم القناه وبنفس الوقت حتى الكل يستفيد. وخلينا نبدا. طبعا مثل ما تشوفون هاي الاحصائيه، اول شيء راح اعطيكم احصائيه سريعه وبعدين اعطيكم كامل التفاصيل من هاي الشاشة. بالنسبة اللي موجود في بلجيكا مثل ما قلت يعرف مفوضية شؤون اللاجئين وبلا وطن، بس يشوف هذا الرمز او يشوف هذا اللون يعرف مباشرة. فأول شيء راح نجي على هذا الشاشة، بس تابع للنهاية حتى تعرف او حتى تكون وياي بخصوص هاي الموضوع. طبعا أول شيء مثل ما تشوفون هاي الطيارة، إن شاء الله أي شخص يريد يسافر او يهاجر يوصل الى البلد اللي يريده ويحقق احلامه. عدد اللاجئين او ان كان وصلوا عن طريق اعاده التوطين، يعني العدد الكلي 3117 شخص قدموا على اللجوء في بلجيكا في الشهر الاول سنه 2024. اذا نشوف هنا نقدر نشوف انه عدد اللاجئين اللي طلبوا الاقامه في اول شهر سنه 2024 اقل بنسبه 5.7% من شهر 12 يعني ديسمبر سنة 2023. طبعا مثل ما تشوفون هنا المراتب الأربعة الأولى اللي وصلوا أو الجنسيات اللي قدموا على الإقامة في بلجيكا يعني الأكثر، بعدين راح نشوف قائمة العشرة. أول شيء أخوان السوريين بالنسبة 13.9%، بعدين نشوف أخوان الفلسطينيين 12.4%، في مرتبة الثالثة أفغانستان. طبعا أفغانستان كانت في مرتبة الأولى والثانية قبل فترة، بس تعرفون الوضع في فلسطين الحبيبة وخاصة في قطاع غزة، لذلك العدد شوية صارت أكثر. فلسطين صارت في مرتبة ثانية وقريب على المرتبة الأولى. وفي مرتبة الرابعة مثل ما تشوفون هنا دولة أرتيريا 6%. دائرة الهجرة أخذ قرار بخصوص 2333 شخص، يعني حصلوا على جواب إن كان رفض وإن كان قبول. فهذا الإحصائية البسيطة. هسه راح نجي إلى التفاصيل المملة، خلينا نقول، وتفاصيل أكثر. طبعا مثل ما قلت الشهر الاول سنة 2024 العدد كان 3117 شخص، فاذا الشخص وصلوا عن طريق اعادة التوطين في الشهر الاول سنة 2024، خلينا نشوف القرارات اللي اخذت بلجيكا بخصوص اللجوء. طبعا كانت عددهم 2333 شخص، هنا نقدر نشوف 1039 شخص حصلوا على اللجوء الدائمي مثل ما تشوفون هنا، يعني عدد خلينا نقول مقبول، حصلوا على الإقامة الدائمية. هنا نقدر نشوف الحماية الفرعية، طبعا راح اسوي الفرق بين هذا الإقامة وهاي الإقامة، كان عددهم 45. طبعا عدد اللي اخذوا رفض بخصوص الحماية الإنسانية والحماية الفرعية كان عددهم 713، يعني عدد كبير همين، هذول كلهم اخذوا رفض. طبعا ثلاثة اشخاص تم سحب اقامة منهم مثل ما تشوفون هنا، او رجعوهم مرة ثانية لانه كاتبين هنا تروكن، يعني سحبوا منهم او ابخي هيفن. فهاي احصائية على السريع بخصوص اللاجئين اللي اخذوا رفض او اللي اخذوا اقامة. بس هسه لازم اشوف لكم الدول العشرة او الجنسيات العشرة، مثل ما قلنا سوريا، فلسطين، افغانستان، وارتيريا. بعدين نقدر نشوف في مرتبة الخامسة غينيا، في المرتبة السادسة كاميرون، وفي مرتبة السابعة تركيا، وفي مرتبة الثامنة كونغو، وفي مرتبة التاسعة العراق.
يعني العراقيين هاي أول مرة أشوف آخر فترة إنه هم من ضمن قائمة 10، لأنه قبل كانت غير دولة من سويت إحصائية، بس العراقيين اللي وصلوا إلى بلجيكا مثل ما أشوف هنا عددهم 84 شخص في الشهر الأول سنة 2024. وبعدين نشوف هنا مولدافيا في المرتبة العاشرة، واكو بعض دول اخرى بس مو مبينه منها. فمثل ما قلت هاي العراق عددهم هنا 84 شخص، السوريين خلينا نشوف عددهم هنا هاي 396 وهنا 31. هاي الارقام كلها موجوده ما احتاج اقول. هنا نقدر نشوف احصائيه بخصوص الاشخاص او العدد اللي اخذوا اقامه. مثلا السوريين هنا مثل ما تشوفون 225 سوري اخذ اقامه دائميه، 7 من اخواننا السوريين اخذوا الحمايه الانسانيه والحمايه الفرعيه، 1 منهم تم سحب الاقامه، 39 رفض، يعني العدد الكلي 272 شخص. خلينا نشوف، بس العراق مو موجود، بس العراقيين هنا اللي اخذوا اقامه ورفض مو موجود بهاي القائمه، ما اعرف شنو السبب. شوف الفلسطينيين، الفلسطينيين اللي اخذوا الاقامه الدائمية 65، هنا ماكو حماية إنسانية، ماكو سحب إقامة، الرفض كانت 20، يعني أخذوا القرار بحق 85 شخص. طبعا هاي الإحصائية يعني بخصوص أخوان السوريين، بما أنه أكثر اللي يتابعون الفيديوهاتي هم عرب، فما أحتاج أنطي معلومات بخصوص مثلا غينيا أو كونغو أو الدول الأخرى. طبعا هاي المعلومات يعني اليوم قلت لازم اعطيكم على السريع وتعرفون شنو جاي يصير ببلجيكا، واعطيكم احصائيه حتى يصير عندكم فكره بخصوص اللجوء في بلجيكا وبخصوص الارقام اللي جايه توصل الى بلجيكا. واذا تريدون بعد كم يوم اسوي لكم احصائيه اخرى بخصوص الشهر الثاني، او اعطيكم احصائيه مثلا بخصوص سنه 2023 بالكامل. بس اعتقد انا الشيء مره سويت، بس مو الفيديو ما كانت كامل، يعني اعتقد كانت بخصوص شهر واحد فقط. فاتمنى هذا الفيديو البسيط والسريع يعجبكم، وهسه راح اطلع شويه من المكتب واشوف لكم الاجواء شنو جاي يصير بالشارع، برد مطر حار، فتعالوا وياي خلينا نروح. طبعا هسه طلعت من المكتب، قلت خلي اشوف لكم الاجواء على السريع. اليوم درجه حراره توصل الى 12، بس اكو هواء يعني اكو برد شويه بصراحه. هذا الشمس مو حقيقي، يعني اللي يشوف راح يقول صيف، بس بالحقيقه برد. هذا الاجواء بشارعنا يوم الجمعة، باكر بعد باكر عطلة، وهاي سيارتي. أتمنى هذا الفيديو يعجبكم، لا تنسون اللايك والمشاركة دعم القناة. إن شاء الله بأقرب وقت نوصل إلى 100 ألف، والتحيات للجميع.